مساء الخير. من أكتر مشاكل الجواز اللي جات لنا هنا في قصة حقيقية وبتجينا لحد النهاردة المشاكل اللي بتحصل بسبب الجواز في بيت عيلة، ومن كتر ما اتكلمنا عنها بقينا خلاص بنحاول إحنا نستبعدها من اختياراتنا في الفترة الأخيرة. أصلا هنقول إيه أكتر من اللي قلناه قبل كده؟ هنقول إيه أكتر من اللي قالوا المتخصصين اللي ظهروا معانا؟ ما تتجوزوش في بيت عيلة. لكن اللي خلانا نفتح الموضوع النهاردة إن صاحبتها بتفكر في الانتحار، وإن بيت العيلة رافض يعالج طفل صغير مريض عشان مصاريف البيت والأرض أولى. تعالوا نشوف منار بطل القصة حقيقية النهاردة بعتها تقول لنا إيه. اسمي منار وعندي 24 سنة. حكايتي بدأت بعد ما خلصت دبلوم تجارة، كان عمري وقتها 18 سنة وعايشة مع أهلي في اسكندرية. اتقدم لي واحد عمل لي نبحر طحينة، اتخطبنا وأقنعني أني أسيب اسكندرية وأروح أعيش معاه في بلده في الأرياف ونسكن في بيت عيلة، بحجة أني هبقى رايحة بلد معرفهاش ومش هيكون لي فيها لا أهل ولا صحاب، وأقنعني أن أهله هيبقوا حنينين عليا وهيخلوا بالهم مني زي بنتهم بالظبط. اتجوزنا على طول، ومن وقت ما اتجوزت وأنا بشوف أسوأ معاملة من حماتي وإخواته، كل واحد فيهم بيتحكم فيا كأنه هو اللي جوزي. واكتشفت ده متأخر لأني اتجوزت من هنا وحصل حمل بعد الجواز على طول. لقيت أن أمه وإخواته مش مقدرين أني تعبانة وعايزيني أمشي بقوانينهم وطريقتهم. فيش حاجة اسمها أن الحامل ترتاح فترة الحمل، خصوصاً لو حملها كان فيه مشاكل. عايزيني طول الوقت أشارك في شغل البيت وشغل الغيط وأنا مش قادرة، لحد ما حصلت الولادة بدري وخلفت في الشهر الثامن بسبب مشاكل صحية، وابني اتولد عنده شلل دماغي أثر على مركز الحركة وتسبب في مشاكل كتير، وهم كانوا هاديين جدا ولا كأني في عيل رضيع بيعاني ومحتاج رعاية خاصة، وأنا اللي كنت بجري بابني يا سالي بكشف عليه وبدأت رحلة علاجه لوحدي. استحملت عشانه كتير جدا، وعشان نتائج العلاج الطبيعي كانت بطيئة شوية لقيتهم متضايقين ورافضين علاجه. يعني ايه رافضين علاجه؟ اللي اعرفه انه لما حد ابنه بيتعب بيعمل اي حاجة عشان يعالجه. تعالوا نكمل. فوجئت بيهم بيقولوا المصاريف للبيت والارض بس، ولا كأن الولد ابنهم، وكل اللي بيقولوه اقعدي اخدمي في البيت. بقيت في اليوم اللي بكون فيه رايحة جلسة لابني بخلص شغل البيت الأول وبعدين أمشي، بس ده ما كانش عاجبهم. بعدها حصل حمل تاني، ولما ولدت لقيت أني مش عارفة أهتم بولادي ولا قادرة أراعيهم، وكانوا على طول تعبانين ومحدش من أهل جوزي مقدر ولا حاسس بيا، لدرجة أن ابني تعب جاله التهاب رئوي ودخل العناية أيام الكورونا وقعدت بيه 6 شهور. فضلت ساكتة ومستحملة لحد ما من سنتين نفسيتي تعبت وزهقت من الوضع ده وجبت آخري. متخيلة يا سالي أني لما كنت أعمل شغل البيت وابني بيعيط ويبقى عايز يرضع وأقعد كده يدوب أرضعه، ألاقي أخو جوزي بيقولي قومي شوفي البهايم الأول وبيرضعيه، أو قومي نزلي البرسيم اللي جاي من الغيط وشوفي اللي وراكي. مع العلم أن هما 3 رجالة كل واحد منهم يؤمر ويشخط. لما قعدت اتكلم مع جوزي وشرحت له قد ايه انا تعبت، ما بقيتش قادره استحمل الوضع ده، لقيته ودن من طين وودن من عجين، وبقيت متدمره نفسيا، فقررت اسيب البيت واروح عند اهلي. ولما كلمني في التليفون قلت له انا خلاص مصممه على الطلاق، قام طلقني طلقه واحده، وبابا زي اي اب مش عايز يخرب بيت بنته، فضل يقول لي ارجعي يا بنتي واستحملي واصبري وربنا هيعوض عليكي. ماما أيدت كلامه، اضطريت أسمع كلامهم ورجعت. قعدت السنتين دول لحد ما جالي غضروف وظهري وجعني، بقيت بعمل علاج طبيعي ليا أنا وابني، وده كله وحماتي مش مقتنعة إني تعبانة، بتقول إني بمثل وبدعي المرض. وحصل كذا موقف منها خلوني خلاص قسما بالله مفيش في دماغي وقتها غير إنه يطلقني أو أموت نفسي، من كتر ما أنا مش لاقي حل تاني. وقلت له كده فعلا، طلقني أو هقطع شراييني وموت نفسي.
فسكت كده شوية، حسيت إن هو اتأثر بكلامي. وقبل ما ينزل الشغل لقيته بيقولي: بصي أنا هزعقلك قدام أهلي عشان تروحي ترتاحي شوية عند أهلك ويبان إنك ماشية زعلانة بدل ما يزعلوا مني إن خليتك تمشي بمزاجي وتحصل بيني وبينهم مشاكل. فقلت له موافقة. فعلا لقيته بيزعقلي وهو واقف على السلم وقال لي: اطلعي لأمي قولي لها إني رميت عليكي يمين الطلاق. قلت له: لأ أنا مش هطلع لها ومفيش بيني وبينها كلام. سكت شوية وفجأة لقيته بيقول علي الطلاق، ما انتي قاعدة هنا روحي وانتي طالق. ورحت عند أهلي ومعايا ولادي الاتنين. هو شكله قلب الموضوع جد، ها؟ مش كان عايز يمشيها كده وكده قدامهم؟ راح رمى اليمين بجد وطلقها. تعالوا نكمل. رمى عليا اليمين وأهلي دلوقتي بيضغطوا عليا تاني إني أرجع، بس أنا مش قادرة أتخيل إني ممكن أدخل البيت ده تاني. وكل ما أفكر في الرجوع كل ما يزيد تفكيري في الانتحار بعد كل اللي حصل لي منهم كلهم. ومن كام يوم لقيت جوزي بيكلمني في التليفون بيقول لي: إحنا في آخر فترة الثلاث شهور بتوع العيد، واعملي حسابك إني هرجعك. قلت له: أنا مش راجع. قال لي: يعني أنا غلطان إني عملت كل ده عشانك وطلعت قدامهم في الآخر غلطان وطلعت نفسي غلطان عشان تروحي عند أهلك من غير ما حد يغلطك؟ أنا عملت كل ده عشانك عشان يبني طلقتك ومحدش يلوم عليكي. وبعد ما مشيتي سمعت كلام زي السم من أهلي، ومحدش بيخاف علي ولا بيسأل عني، وإنتي كمان عايزة تسيبيني؟ وقتها حسيت إنه صعبان علي. بس لما جه مع عمه عشان ياخدني لقيته بيقول لبابا: بنتك غلطانة، غلطني قدام أهلي وأهله وجاب الذنب كله عليا واتهمني إني مهملة. أنا محتارة خايفة أثبت على قراري وأكون بظلمه وبظلم ولادي، وخايفة أرجع أكون بظلم نفسي. الحيرة دي مخلياني بفكر في الانتحار. قولوا لي أعمل إيه؟ لحد هنا وخلصت رسالة منار. مش قادرة أعرف جوزها بيفكر إزاي، مش خايف على أولاده ومنين عمل اللي عمله ده كله عشان يخليها تروح عند أهلها وأعصابها ترتاح، ومنين رجع تاني غلطها قدام أهلها وقدام أهله بيتهمها إن هي مهملة. طب ما هو رمى عليها اليمين، في حد ممكن يكون بيمثل فيطلق مراته كده وكده، ها؟ يرجع ياخدها تاني بعد العدة وأهلها بيضغطوا عليها عشان ترجع. طب لو رجعت إيه اللي يضمن إن اللي حصل ده ما يتكررش تاني؟ وفعلا هي منار ممكن تنتحر بجد ولا بتهدد بالانتحار؟ أسئلة كتير في قصة منار هنجاوب عليها بس بعد الفاصل، استنونا.